بعد التتويج مباشرة تقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتهنئة للنادي الأهلي ولكل الجماهير الأهلوية. وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي: أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوز رائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، بنتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية التقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق. طبعا اهتمام كبير جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئة مميزة للنادي الأهلي ولكل الجمهور الأهلاوي. نفس الأمر والتهنئة كنا تابعناها تقريبا من أسبوع مع نادي الزمالك بعد فوزه وتحقيقه لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ودلوقتي خلاص نقدر نقولها يعني وإحنا واثقين ومتأكدين، سوبر إفريقي مصري خالص تستحق الأندية المصرية بالرغم من تعثرات كتيرة جدا شايفينها على المستوى المحلي. شفنا كمان منتخبنا الأول وإزاي لم يوفق في كأس الأمم الإفريقية، وكانت الكلمة العليا أكتر يعني مش للمنتخبات في شمال أفريقيا، ولكن قدرنا على مستوى الأندية أن احنا نكون بنظهر بشكل جيد، ووفرنا النهائيين يكونوا عربيين خالصين بالنسبة لكل الجمهور العربي قدر يتابعهم. ولكن الكرة المصرية هي اللي تفوقت في نهاية الأمر، وبنبارك طبعا لكل الأهلاوية ولكل المصريين وكل الزملكاوية اللي كانوا طبعا عايشين في أصداء هذا الفوز اللي تم تحقيقه من أسبوع. ولكن طبعا النهاردة أكيد حديث مطول عن النادي الأهلي، واللي كمان يعني الأهلي عبر عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب على صفحته ردا على طبعا هذه التهنئة: عبر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، متمنيين لسيادته ولبلدنا المزيد من التقدم والازدهار.